دور المؤسسات أول شيء الشغل في موضوع مكافحة التطرف بيساعدنا إحنا نفهم الظاهرة وكيف إحنا هون في الأردن نفهمها. يعني ما عاد ينفع إحنا نستورد المفاهيم ونطبق تعريفها، لا، إحنا في الأردن في إطارنا خلينا نقول العربي الإسلامي العشائري حتى، وين في التصرفات اللي إحنا عادة في الأردن الناس عامة تعتبرها من العرف والتقاليد، وين الإشي اللي يحدد أنت عندك إنه لا هذا تطرف ومرفوض، تمام؟ فالأبحاث والدراسات بتساعدنا نوقف عند هاي النقطة بحيث أنه بعدين لقدام ما يكون في تصادم مثلاً بين جهات رسمية بتشتغل مكافحة التطرف وجهات محلية شايف أنه هذه الأفكار بيشتغل عليها مش تطرف، تمام؟ غير هيك إحنا بالشغل هذا بنساعد الناس نفسهم يفهموا شو يعني مشكلة التطرف، ليش هي مشكلة بالنسبة لنا. يعني بتلاقي الناس عم تحكي معك مشكلة التطرف من خلال النقاش، بسمعوا أراء بعض بيبدوا يفكروا والله أنا عمري ما فكرت هذا شيء تطرف. من خلال الحديث عادة الناس بتبدأ تفكر طب أنا لو شفت حدا عنده هذه الأفكار إيش ممكن أتصرف. فإحنا أول شيء الشغل في هذا المجال، شغل المؤسسات على اختلافها، لا موجود كثير مؤسسات في الأردن تشتغل على هذا المجال. أنا برأيي كل الشغل على اختلاف مجالاته أول شيء وضح إنه مشكلة إنه إحنا ما عندنا فهم واحد للمفهوم، عزز أو وعى زاد من طبعة الناس إنه أوكي في عندنا مشكلة بهذا الموضوع، ممكن نختلف في حديتها أو في تصنيف حديتها، لكن شجعنا الناس في المجتمع المحلي إنه تبدأ تفكر طب أنا لو صدفت هيك حالة عندي في البيت أخوي أو زوجي أو أبوي مثلاً أو جاري أو صاحبي في المدرسة هيك أنا شو ممكن أتصرف، تمام؟ فشغلنا هذا بيعزز مفهوم الأمن الإنساني بهذا الإطار، التوعية للمفهوم، التوعية لشو ممكن طريقة الرد المناسبة، شو الأدوات المتاحة أصلاً للرد. يعني زمان قبل 3-4 سنين سمعنا عن كتير ناس أهالي ما كانوا عارفين كيف يتصرفوا مع أبنائهم، اليوم صار في وعي أكتر شو الوسائل المتاحة لهم، وحتى الناس اللي هم يشكلوا جزء من هاي الوسائل صاروا واعيين لدورهم. يعني إذا بنحكي على الواعظات من السيدات واعيين لدورهم، حكينا كتير مع كتير ناس منهم قادرين يميزون المشكلة وعارفين شو الحلول ممكن يقدموها. صار عند الناس وعي أكتر لدور الجهات الحكومية ومين هي الجهات الحكومية اللي ممكن يلجأوا لها من غير ما يعني عشان يتخطوا الحاجز النفسي إنه مثلا والله أنا ما بدي أضر ابني بس أنا كمان بدي أساعده، فكيف ممكن نتعامل مع الموضوع. حتى الوجوه العشائرية لما بدأنا نحكي معهم صاروا يحددوا والله أنا دوري بيوقف هون ودوري بيبدأ هون، يعني فصاروا عارفين هم شو دورهم كان. فهذا النوع من خلينا نقول التوعية العامة هي جزء من برأيي أنا يعني صلب المصلحة العامة في الشغل على هذا الموضوع. نيجي بعدين إحنا نقدم توصيات سياسة عامة للحكومة، لوزارة التعليم، وزارة الأوقاف، وزارة التخطيط حتى. بيشتغلوا هم بقى على المنح البرامج الأوسع، إنه طب شو المشاريع أو المبادرات اللي ممكن يشتغلوا عليها، وين نقاط الضعف في عملهم.